يسألوها هذا المهيب الجليل صلى الله عليه وسلم كيف كان في البيت، نحن لما نراه نهتز، أنتم كيف تتعاملون معه في البيت؟ تقول السيدة عائشة كان كأحدنا، كما واحد مننا، كان كأحدنا، يرقع ثوبه، يحلب شاته، يخصف نعله، يقم المنزل، يكنس البيت. سيدنا محمد يكنس البيت، ها، إمام الرجال، أحد معه رجولة ما هي عند سيدنا محمد. أستغفر الله، من يرى شيء أن الرجولة ما هو عند سيدنا محمد، ما عرف الرجولة هذا ولا شم رائحتها. يكنس البيت كان صلى الله عليه وسلم. لو زوجتك تعبت وقالت اليوم قليل ظهر يا دين المفضلة، كي قم كنس البيت، إيش بتعمله؟ هذا معنى في الجمال منه صلى الله عليه وسلم.